مساء سعيد مشاهدي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم الحياة سينما. وكيف لا، شكون اللي يقدر يناقش أو يجادل ويقول لك أودي الحياة راها ماشي بحال شي فيلم ديال السينما، بحال شي فيلم اللي كيبدا من اللي كنتولدوا والأحداث ديالو كتبقى غادة مع مسار الحياة ديالنا، وكينتهي الفيلم لما كنتوفاو. الحياة سينما بأحداثها المتفرقة والمتباينة، بأحداثها اللي في بعض الأحيان كيكون لنا فيها يد وأحيان أخرى ما كنعرفوهاش كيفاش جات. الحياة سينما اليوم مستمعي الكرام، هذا البرنامج اللي أصبحتوا كتعرفوه كيستضيف لحضراتكم ضيف كريم ينتمي إلى أسرة فنية عتيدة. ضيف يا مستمعي الكرام، اللون الموسيقي اللي قدم للساحة الفنية المغربية في بدايته اعتبروه الناس شي حاجة اللي بين قوسين يمكن دخيلة على المجال الفني، وكين اللي حاربوا سامحهم الله، ولكن من بعد تبين أن هذا اللون الفني، هذا اللون الموسيقي اللي قدمت هذه الأسرة كان لون موسيقي يستحق الاحترام. الأمر كيتعلق بفنان متميز عازف على آلات موسيقية كثيرة، اشتغل في المجال ديال التلفزيون، في المجال ديال السينما، لحن، غنى، عزف في المغرب وفي خارج المغرب، على أيين حتى إلى تواجد خارج المغرب مثل بلاده أحسن تمثيل. الأمر كيتعلق بالفنان الكبير سي محمود ميغري. سي محمود مرحبا بك. الله يبارك فيك. تحية لي لكل الأسرة ديالك الكريمة. تحية للأسرة ديال التلفزيون كذلك. الله يبارك فيك. والجمهور. شكرا لك. سي محمود، حياتك كنعرف أنها مليئة بالأحداث، وحياتك الفنية أكثر، ولكن اليوم ما غاديش نسولوك على آخر عمل فني، على كيفاش بديتي حياتك الفنية، على واحد المجموعة ديال الأسئلة الكلاسيكية في برامج فنية. برنامجنا نعتبره اجتماعي بالدرجة الأولى لأنه يقارب جوانب من حياة الضيف اللي معنا، واليوم اختار أي جانب من هذه الجوانب اللي بغيتي اللي كتعتقد أننا يمكن نصوره فيلم وينجح. فأشنو كتختار كعنوان الفيلم حياتك؟ ربما الطفل المهمل. الطفل المهمل. الطفل المهمل. أول قصة كان نكتبها بانا الله يرحمه، بدينا احنا نمشيو لدار الشباب وتعجبنا التمثيل ويعجبنا، درنا روايه سميتها الطفل المهمل. وانت بغيتي هذا العنوان ديال تلك الروايه كان هو عنوان فيلم؟ فعلا، لانه تيظهر لي فعلا الاب عطانا هذيك الصوره ديال الطفل المهمل، ولكن مهمل ماشي ما مراعيش، هو في عقله مازال تيقلب لو لابيرانت، تيقلب على طريقه وفي الاخر غادي يتجبر. مزيان، غادي يجبر الطريق ديالو. اذا الطفل المهمل يمكن نتصور انه الامر بالفعل غادي يكون كيتعلق ببدايه مع حياه الطفل. بيان سيغ. فين غادي نلقاوك؟ فين غادي نلقاو اللقطه؟ كيف غادي نلقاوك؟ شحال في عمرك؟ اول لقطه في الفيلم. اول لقطه غادي يشوفوني ربما با هذاك الطفل با مريض وقابض كذا وتيتمشى مريض مشي رجل، وانا ربما تكون عندي شي 6 سنين 5، قابضوا العكاز وقابضوا ميدو كأنه أنا رافض نمشيه، معيت ما قادش يتمشى. هادشي فين؟ وجدة. فاش من زنقة، فاش من شارع، فاش من الزنقة اللي تنشوف تي ما بين، كانوا يعيطوا ليها لا غو بيجو، وجاية شوية قريبة هي في الدخلة ديال المدينة القديمة، وما بين البنكة اللي هي من المدينة الجديدة والسوق اللي كانوا فيه تجار وفيه صبابات وفيه. وكان محمود سميته محمود كيعيطوا له محمود؟ لا، كانوا يعيطوا لي قنفود. علاش؟ انه كانوا يعيطوا لي كذلك قنفود ولا دريبزان. دريبزان هو بيتي بوسي، يعني فما كان خصني نتخشى وخصني فوالا. اذا قنفود قابط بالوالد ديالو غادي به فين؟ للدار ولا غادي به لشي بلاصه يقضي شي صلاح؟ ربما مخرج شايب اللي عاطي ظهري للدار، اذا ما كنتش غادي للدار، كنت مخرج ويتسارى ربما. كنتي الرفيق الاب ديالك منذ الصغر؟ لكل شيء، الرفيق الباء، لامي، لخواتاتي، لخوتي. انتم اسره كبيره وعايشين متضامنين بزاف، محكوكين بزاف. جيد. الا بغى المخرج يصور هذا النوع ديال التضامن الاسري واللي مطلوب واللي هو رائع، كيفاش يمكن يصوره؟ خصو الكاستينغ ديالو يكون بريسك بسيكاناليتيك، يعني قبض كل شخص بعدا ويدوي معاه واحد شهرين ولا 3 شهور ولا عام شكون هو. لانه حنا بلا فخامه، صعب في العقل،
انه باربنا بواحد التربيه ديال حريه التعبير، وعندك الحق في بلاصتك، ماشي بلاصت هذا كبير خلي له بلاصتك، ولكن بالاحترام الا كان كبير جدك ولا هذا ولا ضيف ولا تخلي بلاصتك وتمشي كاع، تخلي له دارك وتمشي، ولكن لا بلاصتك في ديك الدائره العائليه، ما كاش واحد يحقد على الاخر ولا يحقر عليه ولا يديله ولا عندي، وباحترام. المخرج بغى يموقعكم من حيث الصولات، واخا في حضور هذه الحقوق ديال كل واحد، انما هناك ايضا واجبات. في مساله السلطه، من كان يمارس السلطه الايجابيه ماشي السلبيه، ومن يليه؟ الا بغى المخرج وبهذه مناسبته يبينكم ويبين افراد هذه العائله. السلطه يعطيها لمي، من كنا صغار كانت هي اللي تعطينا العصا، لانه في حياتنا كلها تسعود الاولاد، يعني سبع خوت وبنات وجوج ولاد عمي مربيين معنا، اذا خوتي ما نجمش نقول ولاد عمي، عمرو ولا مس واحد في تسعود الناس. هذا الاب. الاب. الام هي العصا. كنا نقولوا بلي امي تتحكم في الدار، هي اللي تتحكم في الدار، هي اللي تتصرف في الفلوس، هي اللي تتشري، هي اللي تتبيع. ملي بدينا نكبروا شويه سميناها مرده ديال الاب، هي مرده ديالو، دونك هو ما كانش يضرب لانه عنده اللي تيعطي العصا، فهمتي، تتاخذ في المثال طرشه تصرفيقه من عند الوالده، فهمتي، تتزيد لك الثانيه، با الله يرحمه تيدير لها بدره تتوقف. بدينا نفهموا بلي لما يقول بدره صافي دير راه عفا عليك، عفا عليك الله. يعني هذيك هي، بدا من بعد بدينا نفهموا بلي الا درتي شي حاجه خايبه ورفد الكاس بالقهوه ديالو والكار وخرج للجرده راه محكوم عليك بالاعدام، زعما ديري به ما بغيتي يستاهل. ولكن الوالده هي اللي كانت، ولكن هي اللي كانت تفرحنا كذلك، فهمتي ولا لا؟ يعني ما نقولك كبرنا بلاصه، كبرنا بواحد الميزان، عندك واحد الاب فيلسوف فنان موظف كبير، فهمتي، وما كبير غير الله، وعندك واحد المراه مرات البيت، دوك العيالات اللي تنعقلوا عليهم مرات الدار، تيقول لك مرات الدار، دوك الامهات اللي نقولوا هذه ام، يعني ما كان خاصنا خير والحمد لله. جيد. فطبعا داخل واحد الاسره متلاحمه، كل شخصيه متميزة عن الشخصية الأخرى. طبعا. إلا بغى المخرج يعطينا بروفيل ديال كل شخصية داخل هذا الفيلم. من خلال تتبعه لكل واحد. يمكن يلقى محمود باش يصور لنا شخصيته، يمكن أنت اللي غادي تقرر، أنا فقط كنحاول نقربك. يمكن يلقى في الزنقة كيلعب الكرة وطاح وناض داوز مع هذاك اللي ضربه، يمكن يلقى حسن، وهنا غنبداو نقولوا الأسماء ديال الخوت، يلقى حسن ربما في شي حيط كيرسم شي حاجة، يمكن يلقى يونس قابط شي وتار وكيضرب عليه، انا هنا كنقول اي حاجه، ولكن انت اعطينا الصور الحقيقيه الى بغى المخرج يقرب كل شخصيه من شخصيات هذوك الاطفال للمشاهد. قلت لك في الاول خصو بسيكاناليست. علاش؟ انه كلهم فنانين. غنفترضوا الكاستينغ داز. حتى اللي ما فاتوش في الفن فنانين، وكلهم عصبيين. واش فاهمني ولا لا؟ وكلهم ما تدوزهاش به، دزتي معاه مره واحده صافي، وكلهم عندهم واحد الخبره على الماضي والحاضر ونظره على المستقبل لحد الان. ولكن كاطفال ربما باقي ما عندهمش هذه الخبره. يلا اجي خلينا معاهم اطفال، يلا زوم على حسن. زوم على حسن. فين غنلقاه؟ كيف غنلقاه؟ كيف عامل؟ كيف لابس؟ حسن كان رياضي مع راسو، كان تيتمشى على يدو ويدير الدوره ديال الكارتي كله على يدو، عليها مضرور دابا من رجلو، كان دار شي تقليبه وطرطق الواحد تما ما عيناش. ثم كان هو اللي يجيب المصايب مع الجيران، ماشي الجيران اللي قرب لينا، الكارتي تمشي لديك كارتي تيحقروا عليه، تيجي يحقروا عليا ذاك كارتي، تنوضوا حنا بحال ديك الساعه ديال القبايل مع القبايل وصافي، فهمتي، هذا حسن، فهمتي. نقولوا عبد الله خاي كبير عليا انا، فهمتي، هذاك تتجبروا قريب للقنيات، يتمشى تحت الحيط وما يدير شي حاجه
بلا ما يشوف الاخر دارها، ذاك تابع هو غير تابع، فهمتي ولا لا؟ عندنا خاي الغوتي الكبير كاع راه في فرنسا وكبر في فرنسا نيت من بعد، هذاك فهمتي كيفاش نقولوا تي مدبر مدبر راسه مزيان يعني قافز قافز هذاك قافز فهمتي. خاي الاخر حمي هذاك خصو كارتيزيان هذاك قطع درتي له شي حاجه خايبه صافي قطع معاك ولو ترغب فيه يتصالح ولا ما كانش، ولكن الا عطى نفسه ليك عطى نفسه ليك عليها عنده هذا مزيان. عندنا يونس ويونس ما كانش ديك الساعه كان صغير بون كنا نبداو نلعبوا به نلوحوا في الماء نلوحوا في البحر نلوحوا في الساقيه فين ما كان فهمتي الناس نقبطوه نغسلوه سيتي نوت بوبي فوالا. جليله ثاني خرجت بحال مي حادقه قاصحه والفن فاتحه ثاني هي بحال خي عبد الله الكبير حتى هي غير مزروره اللي دارت اختها وتحت الظل ديال اختها فهمتي وعبد الله تحت الظل ديالي كان جيد لحد الان. فين هو الطفل المهمل؟ الطفل المهمل اللي ظهر لي جبر جبر راسه يعني الانسان لما ما يبقاش طفل تبقى عنده دخل لك الوعي دخلت له الخبره دخلوا التمييز ما بين ما نقولش انا الخير والشر كل شيء مرتبط وكان ما كانش الخير ما نعرفوش سميت الشر واش فهمتي ولا لا. اذا شي حاجه بحال المراه والرجل جميع بحال الحياه والموت جميع اذا ما نجمش نقول لك ها الخير ها الشر لا ها الخير ها الشر راه متلاصقين راك فيهم. طبعا لما سولت على الطفل المهمل كنت قصدت نقرب من شخصيتك ايضا بحال عددنا الشخصيات ديال الاخوان. الو هذاك الطفل اللي هو الى تهضر عليا انا تيبان لي وصلت لواحد واحد الراحه البال بدا يهمني غير الحاجه اللي نديرها خصها تكون تكون واحد بزبوز واحد السقايه تعطي واحد الماء نقي. في السن ديال شحال وصلتي لهذه القناعه؟ وربما ديجا نقولوا 35 سنة ولكن قصتي لنا بزاف في المراحل مراحل المخرج كيخصو يشوفك في محطات عدة. ذاك الطفل من بعد دخل من غير المدرسة الجامعة المسيد وصلت للثانوي الثانوي درت كنت باغي نكون بوليتكنيسيان فهمتي وفعلا الدروس ديالي كلها كانت تكنيك خديت الباك تكنيك اندستريال جو سوي تورنور فريزور اجوستور موتوريست وكنت نتمنى من بعد ندير الطيران نكون بيلوت. 18 عام جات واحد الرساله من فرنسا يتطلب شكون اللي باغي يمشي لغوشفور باش يدير بوليتكنيسيان ويدير لافياسيون مالي 18 عام وتتعرف باللي النصارى خصها تكون توقيع ديال الاب وديال الام با وافق والام وي با وافق ومي ما بغاتش السلطه ديال الدار لا باش قنعتني قالت لي المغرب راه استقل انا ديك الساعه عندي 17 عام المغرب استقل في 56 دونك 57 عندي 17 عام الجزائر مازال في الحرب قالت لي غادي يصاوبوك وتولي تسوق الطيران ديال العسكر وغادي تقتل خوتك كنت فاهم هذه الاشياء هذا البعد اللي كتكلم عليه الام. وي لان احنا للاسف وهذه نقولها بوضوح ما نخافش منها ما هذا العصر هذا ما ربيناش ولادنا على حب الوطن واش عندي ولا لا ولكن ربما ما عندهمش فرصه اللي زادوا احنا زدنا في ازمات فهمتي داو محمد الخامس الله يرحمه كانت عندي 13 عام واش فاهمني رجع الاستقلال كانت عندي 16 عام شفنا لي كوفر فو شفنا ذاك شفنا الناس تضرب شفنا المواطنين تيموتوا شفنا المواطنين تيضربوا رصاص وحنا نهربوا من القهاوي فهمتي ولا لا هذا الشيء شفناه وكان الاجنبي حاكم فيك ديك الساعه بزز عليك روح الوطن فهمتني دابا للاسف كانت هذاك الشيء خصو يبقى ماشي يبقى بالرصاص ولا تيبقى التاريخ يتعاود ويتعاود ويتعاود هو بالعاد الناس ماتوا ومشاو داو التاريخ ديالهم ديال الثوره المغربيه نقولها بوضوح كاين مساكين اللي ما عرفوش يكتبوا ما خلو حتى شي حاجه
تسمع غير هضره تحكي اشتراودي، ولكن ما خديناش في ذاك الوقت. دونك اجي نمشيو عند، اسمح لي لقطاتك. تفضل. اجي نمشيو عند محمود، لقاوه في المدرسه، لقاوه داخل فصل دراسي في القسم. كيفاش غادي نلقاوه؟ اولا شكله كيدير؟ واش مربي شي شعر طويل؟ واش لابس شي لبسه اللي ماشي عاديه؟ اولا داك التلميذ ما كانش مسموح؟ لا ما احنا ما كانش مسموح لك تربي الشعر؟ لا والو، وانت نقي ما فيهاش، انا ما كنتيش ماشطو ديال الفرقه فهمتي، ماشي زعما اجي ودير اللي بغيتي. لا، ولا درتي شي حاجه راك معاقب، السبت والحد ما تخرجش من دارك، ما تخرجش من ما تمشيش تلعب ولا دير، تمشي ترجع سكون ابل لي زور دو كول، تحكموا عليك بالاعدام، السبت ما تخرجش. هذه المؤسسه كتحكم عليك من غير والديك؟ لا، من غير والديك. كنتي الفوضى كيقول لك السبت والحد غترجع للمدرسه. رجع للمدرسه، دوز لحد من 8 ل 12 ومن 2 ل 16. شنو دير؟ تشطب المدرسه؟ لا تقرا؟ تقرا. وانا كان تيساعدني بعض المرات تندير اشياء، واش فاهم؟ لانه فطوره الجزائريه طرات، كانوا الفرنسيين تيجوا وجده قريبه للجزائر، كانوا يجوا فرنسيين من لا دي اس تي ديالهم داك الشيء مخابرات فهمتي، وحكموا علينا احنا اللي اصله جزائري، حكموا عليه بالاعدام وحيدوا لنا عام من الدروس فهمتي ولا لا؟ انا باش نربح العام الاخر اللي عاود دخلنا درنا يوناني بلونش، عام ما قريناش فيه، دونك باش نربح هذاك العام، وكنت ديما تندير شي حاجه باش يحكموا عليا لحد السبت ما نخرجش باش نقرا، باش تمشي تقرا، باش نعاود نرجع. اذا نقولوا انه غادي نلقاو واحد محمود مجتهد، باقي الكونيفيد كونيفيد؟ ما نظنش، غير الا بغيت نضحك على راسي من نكون وحدي. شي فكره تدوز ليا، كنشوفها ديال الكنفود ماشي ديال فهمتي، ولكن نعرفها غير انا والله. يعني نضحك عليها وحدي. يعني شخصيتك بدات كتغير؟ نو تغيرات ماشي. اكتشفتي في نفسك انسان قاسي حنين، لامستي جوانب فنيه فيك، تقني اكثر من القياس، براغماتي اكثر من القياس، شنو اكتشفتي في نفسك في تلك المرحله؟ ربنا الوالد انسان خصو يكون منطقي، هذه بغيتيها خصك تتكون وديرها، هذه ما بغيتيهاش بعدها عليك، ما تبقاش قاعد تخمم فيها باش ما تثقلش المخ ديالك بشي مزوره خاويين، فهمني ولا لا؟ صافي هذه ما بغيتش ما بغيتهاش فهمتي ولا لا؟ وحاجه إلا تقنتيها، إلا بغيتي ديرها خصك تتقنها. وإلا تقنتيها ماشي افتخار، غير وصلتي لشي حاجه أنت لبيتيها، ما تقولش أنا تندير هذا للجمهور. فهمني ولا لا؟ تدير بعد لنفسك. إلا كنت متقن فهمتي؟ عندي في المثل أغاني اللي بالنسبة الأصدقاء تيجوا في الدار تيسمعهم. تقول لي سي محمود حشومة عليك هادو، تنقول ما كامليش، تقول كيفاش ما كامل؟ حنا راه عندنا كامل، تقول معنا ما عنديش حق في عقلي في النفس ديالي ما كاملاش نعطيها ما كاملاش. جيد. النهار اللي نكملها نعطيها. فالطيار ديال المستقبل غادي نلقاوه فنان، يمكن المخرج ما عرفش ساعدني في البعد الفني، يمكن في لحظه من اللحظات كتخيل نفسك كتقود طائره حتى كنلقاوك كتعزف على جيتار. وما بين هاد جوج اللقطات كاين مسار حياه. كيفاش من الطياره للعالم ديال الفن؟ هو عالم الفن سبق الطياره. نهار اللي حليت عيني اول حاجه ما شدت واش طبا يرسم، كانت عندي 7 سنين بديت تا نرسم، دونك هالرسم. من بعد مرحله اخرى خرجت، خرج رحم الله عبد الحليم حافظ، كان دار ديك اغنيه ديال توبة وبالهارمونيكا، ودار الاغنيه ديال انا لك على طول فهمتي بالجيتار، تبدا بالجيتار، هذاك هو الاسلوب اللي جلبنا لا انا ولا اخوتي كلهم، ونفس با لانه با كان تيعزف على العود غير مراته ماشي لشي حد اخر، تيعزف على العود كهوايه. إذن بحال إلا نجمو نقولو بلي المدرسة ديالنا من غير المدرسة الأوروبية تفاجئنا، تيها حتى مصر المصريين ينجمو عندهم مدخلين الجيتار ماشي اللون اللحن، ولكن مدخلين آلات ديال الهارمونيكا وداخلة ديال اللي الهارمونيكا كانت غير ديال الويسترن وداك الشيء، الجيتار كانت ديال بوب ديلان وداك. دونك محمد عبد الله الله يرحمه حتى هو كان ذكي، حتى هو
شاف في عبد الحليم جيل اخر جديد. ثم خرجت الاغنيه القصيره بعد قبيص، بدات الاغنيه القصيره نشوفوا الانسان ما خصوش يجي ويحكي شي حوايج. فعلا حنا درنا اغنيه قصيره، ولكن محمد عبد الوهاب استلهمت من بالنسبه للاغاني اللي كان عندهم ديال ساعه نص ساعه وداك الشيء، بدات توصل الاغنيه عندهم اربع ساعه ونتيجة. دونك هذا هو انطلاقه ديال ثم كما قلنا تربينا بديور الشباب. كذلك كان عندنا في المثال في السنه المتسالي كيفاش يقولوا لي كلاس اللي كانوا يبغيو يديروا التمثيل ما يديروش طيعبلا، كانت المدرسه الحفلات ديال المدرسه. تعلمنا السينما كذلك، فهم تعلمنا اولا في ليكول بريمير، كان كل خميس عشيه يديرنا بروجيكسيون ديال نواغي بلون ديال شارلي شابلان، بوب هوب، لوريلو هاردي وشي واحد اخرين، طارزون قبال، جونيوس ميلر. يعني السينما شحال معاد يقول لك يونس تانيك من الغنام مشى للسينما، لا كبرنا في السينما، كبرنا في الموسيقى، كبرنا في الرسم، كبرنا في الطبيعة. جيد يعني. لكن المخرج ما يبغيش يفوت واحد اللقطة ما يمكنش ما تكونش في الفيلم. اللقطة دي لأنك تحرم من حلم حياتك اللي هو تكون طيار، كان حلم حياتك ياك. فكيفاش بجرت قلم اللي هو قول الأم الكريمة كتحرم من الحلم؟ نجم أنا نقلب السيناريو ديالو. كيف؟ باش نسهل له الأمور. فعلا حيث نهائيا قضية الطيار من راسي، كنت انا واختي جليله تابعين يونس، كان في تونس وركبنا في الطياره انا وياها، والطياره كانت غادي تطيح بينا، واش فاهمني؟ تما الاطفال ديالنا دخلوا البلو جين ديالي تقبوه، وانا ما عندي ما ندير، يلا عنقتها صافي شاد غادي تمشي، كانت غادي تمشي معنا في تونس. من تما هذاك الحلم ديال ذاك كيما ذاك القنفوذ اللي قلتي وذاك الشيء، وانا مالي نطير لو كان بغاني نطير، ها الفلسفه فين وصلت ليا، لو كان بغيت نطير كنت نكون زاوج ولا حمامه. دار لي فهمت ولا لا؟ تمشي على رجلك طرونكيل، خذ على قدك، فهمتي ولا لا؟ من هذه الحادث ديال الطياره اللي كانت غطيح هو اللي حيدت ليا، حيدت ليا نهائيا. دونك السيناريو خصو يدير في المثال واحد الفلاش باك قبال، فهمتي؟ ويديروا مستقبلي، فهمتي لي باش النهار اللي بغيت يدير ديك الطياره غادي يجي ذاك الفلاش باك ديال النوم ولا شي با كومون، اون بي ترافاي اونسومبل. معليش. جيد، حتى دخلتي للعالم الفني. إيه حقيقة تربيتي في وسط فني، الأب فنان مزيان، ولكن باش أنت تخرج للفن تعطي المنتوج ديالك الفني للمتلقي، وأنت اللي كتقول أنه الحاجة اللي ما كنتش مقتنع بها ما تعطيهاش، كيفاش اتخذتي هذا القرار؟ خديتو كنت رئيس مصلحة في كيفاش يقولوا مينيستير زافير ايكونوميك دو بلان، ديك الساعة انديبوندي دو كابيني روان. هاد الناس ما تعرفش على القضية، كرئيس مصلحة ما انت ربما، ولكن كرئيس مصلحة مي كانت تشوف فيا الله يرحمها، كانت تشوف فيا غادي نكون وزير، لأن أنا عندي الباك تكنيك وعندي الدروا وعندي ستاج في لي فينونس ديال ست شهور وفي الرباط، وديك الساعة اللي تيحكم فيك شيف ديفيزيون ولا سكرتير جينيرال عنده الشهادة. دونك هي حلمها ولدها بغات تشوفه وزير أكبر موقع، ولدي غادي يكون وزير. بديت أنا نحلم بهذا وزير، وكيفين غادي توصل الوزير؟ غادي تكون وزير غادي تمشي، ولكن الا كنتي فنان تبقى. انا النهار الاول كنت نشوف الفن فني كرسام، انا بديت الرسم قبل الموسيقى، ومن بعد ما اكتشفت الاذاعه وداك الشيء جبرت باللي باش تفرض وجودك والاسم ديالك كرسام خص الناس تكون عندهم ثقافه ديال الرسم والثقافة ديال يجيك للغاليري يزورها. باغ كونت فهمتي الأغنية تدخل لدارو بزز، تتفرض نفسك عليه في دارو، تتفرض في التلفازة تفرض نفسك في دارو، ولا كنتي متمكن غيتقبلك. دونك هذا هو الاختيار، واش الإدارة وزير، واش رسام، واش مطرب. قلت هادشي كله يمكن لي نكون، ولكن خصني نسبق الأحداث نتعرف، هي الأولى هذه سرعة الذكاء، اشنو هي الوسيلة باش ما نلقاش بهذاك الطفل المهمل غادي من هنا من هنا، اشنو بغيتي؟ بغيت نتعرف، بغيت نتعرف، غادي تعرف وزير، تعرف رسام، تعرف سينمائي، تعرف، ولكن سرعة، سرعة غنى. كأني
بالجمهور ديال الفيلم ديالك كيقول ما لقيناش العنوان في هذا الفيلم الطفل المهمل فينا هو ما شفنا حتى شي لقطات التي توحي بهذا الإهمال. يعني عنوان الفيلم يجب أن يدل على الفيلم أو على الأقل على رسالة الفيلم أو جوانب من الفيلم. الإنسان ما تيهملش كان وهملت زوج مرات حقيقيا. كيف؟ كانت أمي بقوت اللي عندها سبعة ديال الدراري ديك الساعة خصها ترتاح واحد الحد، هذاك الحد خوتي الكبار كانوا يديونا لدار جدة، ندوزو ذاك الحد في دار جدة باش أمي تبقى وحديتها مع رجلها طونك داك الشيء، رجلها وباها طبعا. هذيك هي داوني وهكا في الدخلة ديال كاين الباب الغربي في وجدة بحال جامع الفنانة وتيكونوا فيها الحلقات والموسيقى وداك الشيء، وأخوتي الكبار هما ثلاثة كبار عليا بداو يتفرجوا، مي تفرجوا نساوني، مشاو بقيت على تنظر تكون عندي خمس سنين ولا شي حاجة، مازال عاقل اللي تنشوف في هذيك الصورة ديال المهمل اللي تتهضر عليه، تنشوف راسي جالس تنبكي في واحد سطح بالكون يعني دار بلدية تطلع على الوسط داكشي، وقبلتي نصرانية قدي شعرها زعر عينيها زورق، وكاينه واحد المرأة بلدية مغربية بلدية، واحد الرجل جاي وداير كسوة ديال العسكر. من بعد هذا رجعت بلي بوليسي سكفي من جبروني داوني البوليس ومحيت تراش هذاك البوليسي داني لدارو رجع فهمني بدون ما يقلبوا عليا والديا ويلقاوني داكشي، دونك داني لدارو، ولما داني لدارو بدا يعطيني عطاني الحلوى وحطوا لي شي حاجة اللي من بعد عاد عرفتها شنو هي الصفة. إذن كان رمضان الناس عندنا في وجدة تدار يا ما تكون فرح ولا شي حاجة أو لا في رمضان أو لا في رمضان، وحيت كانت في الصباح إذن هذيك ديال الليل فهمتي. هذه الصورة لولاد الإهمال قلت لي كاين جوج صور، الصورة الثانية كان قبال هذه تيحكيوها لي، كنا ساكنين تتعرف بلي بكري ما كانش انفصال ما بين الفرنسي البرتقيزي اليهودي المسلم، كانت الناس تتسكن في التعايش وداك الشيء، دايزين شي يهود شافوني نشبه لشي بيبي ديالهم بشي ولد، وانا غير في الدار عندي عام ولا شي حاجه رفدوني، منين رفدوني داوني للدار اللي هما ضانين بلي انا ولدهم فهمتي، وقالوا ما هذا ديال المسلمين غادي يجيو يقتلونا، داونا حطوني تالك عند البوليس عاود جرونا. انت تلفتي جوج المرات في حياتك فوالا، انت ما بقيتي تلفتي طبعا. انسان تيتلف الى ما قبضش الارض علي هذه، كنت انا تنسمع قبض الارض وهو انسان تيجلس وياخذ خبره شويه، واحد السيد في العروبيه قال لي اللي داخل قبض الارض وهو الى ما جبرتي ما دير بفلوسك شري الارض، هذه هي المعنى ديالها عكس عطاها معنى اخر معنى اخر. قبيله في معرض الحديد ديالك دازت واحد الجمله يمكن الناس غادا تشدهم وغيبغيو يعرفوا البعد ديالها، قلتي انه تحكم علينا بالاعدام، يمكن الاعدام ما كتقصدش به الاعدام ولكن يعني غتكرفصوا وتعذبوا الناس اللي اصلهم من الجزائر، واش كتقصد اللي جنسيتهم جزائريه او اللي دخلوا من الجزائر؟ لا احنا عندنا واحد الشبكه تما، احنا الا قلبنا على الاصل ديالنا تركيين، لانه ما حتى سميت محمود ما كانتش تتقال في المغرب ولا في الجزائر، جاوا العثمانيين وصلوا حتى لتلمسان ما دخلوش للمغرب فهمتيني، بقاو في تلمسان، من بعد جات فرنسا استولات على الجزائر خداتها ديالها، دونك حتى الجزائري ولا فرنسي الجنسيه ديالو فرنسي مسلم فهمتي، كاين المغرب. دابا جدودنا اللي هما كانوا من الترك وكانوا من الاندلس ديال تلمسان ما رضاوش، تيقول لك الكفار دخلوا علينا هربوا خرجوا للمغرب، طبعا دخلوا للمغرب ولكن ما دخلوش للمغرب باش يبقاو في المغرب، دخلوا للمغرب باش يقولوا نعاودوا نديروا طوره ونخرجوا هذو الكفار من بلادنا بحال كانت بكري القدس وداك الشيء، دخلوا دونك الوجده وبقاو غير حدا في الحدود باش نهار اللي يفرج الله كما يقولوا يكونوا قرب للكلسان وهرم داك الشيء، ولكن هذوك جدودنا اللي جاوا بقاو ما تحرجش الجزائر وبقات فرنسا تزوجوا مغربيات مغربيتهم بقى عندنا اصل، دونك حنا عزاويين تلمسانيين وهرانيين ومساقيه الحمراء، يعني جيتي تشوف هاد الناس كلها مخلطه هذه العائله ديالنا، دونك كان عندنا حق ثلاثه ديال الجنسيات فرنسيه جزائريه مغربيه، نهار اللي تحرر المغرب تحررت الجزائر مشات فرنسا با قال لنا دابا
لكم الاختيار. كل واحد فيه عنده 18 عام فهمتي، يختار البلاد اللي يبقى فيها. قلت له با، وكان بانا بغانا نزاد، وكان ربي بغانا نزادو في فرنسا نكونوا فرنسيين نخلقوا، وكان بغانا جزائريين كان زاديت في الجزائر. زاديت انا في المغرب نتبع الله مغربي. جيد. طبعا غتكون نقلة كبيرة في حياة محمود وفي حياة ليميغري كلهم لما غايقبط لهم المجال الفني، ولكن ماشي بسهولة، ماشي بسهولة لأنه حوربوا ربما بطريقة أو بأخرى في البداية ديال حياتهم الفنية. إلا بغينا نصوروا هذه المعاناة في عجالة، بغي يصورها المخرج كيف؟ شنو هي الصور اللي كتذكرتها في هذا الباب؟ لأنه النمط الموسيقي اللي جبته كان نمط موسيقي اللي ماشي بالساهل يتقبل. أنا تنشوف يخلق واحد البلبلة في المثل، ناخذوا جوق الوطن وعندهم في المثل ولادهم في السن ديالنا، وهذوك الولاد كانوا يتعلموا في المثل الآلات والمسائل على حساب والديهم كيما ربوهم جدودهم في هذيك النوع ديال الموسيقى، والولاد غادي يديروا ثورة ضد والديهم لأنه عاجبينهم إخوان مهير فهمتي ولا لا. دونك كان خاص ولاد في المثل الجوق الوطني ولا الأجواق اللي كاينة فهمتي، ربي يعطيهم ولاد بحالنا فهمتي ولا لا. هكا ما يكونش غادي يقولوا سير ولدي الله يرضى عليك دير اللي بغيتي خلاص كم زعما. قرب الفيلم ديالنا ينتهي، اللقطة اللي بغينا نلقاو فيها محمود هذا باش نهيو فيلمنا، ولكن لو تحت لك الفرصة تعاود كتابة هذا السيناريو الواقعي حياتك، واش تحتفظ فيه كما هو، تحتفظ به كما هو، أو كاين شي أشياء اللي تبغي تغيرها فيه؟ لا نحتفظ بها تماما، لأنه كان جوج الأشياء عشتهم في هذه الأرض السعيدة، وهو ربما مت واحد العشر دقائق درت كسيدة، ما نقولكش خمس دقائق، ما نقولكش عشر دقائق، ما نقولكش أربع ساعة. وتنشوف راسي بولا، شتي هذه البولا تماما، في راس الزرب تنشوف كل شيء، أنا ناعس وما تنحس حتى بشي حاجة، لأنه ماشي أنا، تنشوف الآخر ماشي أنا، والناس تجري، والطوموبيلة اللي ضربتنا نزلت منها مرة ومشات، ونزل راجل وجا حدا البولا، هذيك غبرات في واحد الثانية، ومن فقت وذاك الشيء عاد بديت نحس بعظامي، رجعت ما بقاش هذا الشيء، ما كنت نسمع والو، ولكن ملي رجعت جيت نسمع بالرجل وتنشوف غير رجلين لأنه كنت على كرسي وتيقولوا رحم الله رحم الله رحم الله، وأنا داير هكا وتنعليني محلي داير الكشفية وداير السكوريزم دوك أنا تنسمع وما تضايق كاع بداك الشيء، وأنا تيبان لي زعما خصني نشوف واش مهرس ولا الميدية كانوا فيهم الدم وداك الشيء، كنت ندير هكا تيقول له مازال حي شاهدوا له شاهدوا له، وأنا شوف ما في عالم وأنا في عالم، أنا تنشوف واش عندي شي حاجة مهرسة، الآخرين تيقولوا شاهدوا راه ما قدش يشاهد. هذه واحدة. حاجة أخرى كنت في باريس وكانوا أوروبيين، كنت أنا واحد عربي بدأوا يهضروا على لا غيانكارناسيون، إلى ربي في المثال بغا يرجع الحياة كيفاش تشوف حياتك وداك الشيء، كيما هذا الأسئلة ديال الفيلم، كل واحد غير الفيلم ديالو فهمتي، أنا نبغي نكون ولا رجع الأرض ندير ديالو، وأنت قلت لهم أنا ما شاركتهمش ولكن من بعد قالوا أنت سي معبود سي ميغري ثم أنا في الإسلام جينا من عند الله وترجعوا عند الله، من بعد أش تيدير بنا الله هو اللي غادي يعلم، ولكن تبع الفلسفة ديالكم أنا إلى زعما الله يقول لي ترجع للأرض أش دير، قلت لهم أنا ترجع عند با وعند مري. علاش هاد الجواب؟ خاصني خير، ربي رزقنا بواحد الرجل واحد المرأة جدود ولاد عمي ولاد خالتي ولاد عمتي، ما تنهضرش على الواد المكري راه كان نجيب لك زعما العائله وذاك الشيء كلهم في نفس السياق في نفس الفكر في نفس غير كاين اللي تعطى الفن، الفن هو اللي تيبين الاكثريه بون، عندك الموسيقى والسينما والرسم هذو ولا التمثيل كذلك، هذا هو اللي تيجعل اذا انت راضي على الفيلم ديالك، راضي على شخصيتك داخل الفيلم، راضي على الشخوص المحيطه بليو اللي با كوموندي طبعا، يعني بحاجه يعني الدنيا هي هذه مرة زوينة مرة خايبة، خصك على الصبر، ربي وصانا على الصبر، هذاك الصبر هو بدوك الحالات اللي تيبان لك انت الموسيفة تخرج منه، ديما من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. تحافظ على المدينة؟ وي. تحافظ على وجدة؟ وي.
ماشي غير عندك عزيزه بزاف؟ لا ماشي غير هي. انا عزيزه عليا الارض كلها راها دار وحده. احنا اللي درنا ليها، درنا الحيوط ودرنا البيبان ودرنا السراجم ودرنا. انا داري الارض ماشي وجده، ماشي المغرب وحده. ولكن الانسان لما يشوف الاخر دار واحد، حتى انا اللي كان مشي قومي. الا رجعتي الان طفل شنو تبغي تتمنى؟ الا رجعت طفل ولد ست سنين القنيفيد شنو تبغي تتمنى وانت خديتي هالتجارب كلها في الحياه؟ يمكن تكون اللقطه الاخيره. لا الا رجعت طفل يعجبني يكون عندي عقل ديال 60 عام. طابوس مطيب ديال 6 سنين عنده 60 عام في العقل، شحال يربح وقت. وهذا المستقبل غادي يكون انه اطفالنا راه 10 سنين راه تيشوف شي حوايج كثيره اللي الكبير ما يعرفش يسيقها. زين هذا اللي نتمنى. رائع. سيد محمود ميقري شكرا جزيلا. شكرا لك. انك قبلتي. شكرا للاخوان كذلك. الله يبارك فيك. الطاقم التقني طبعا، الاخوان في الجانب الفني والتقني كيبذلوا مجهود كبير باش ينجح هذا البرنامج. تحيه مره اخرى للاسره كلها ديال ميقري. ونتمنى لكم التوفيق. والمراكشيين كذلك، تحيه للمراكشيين. الجيد، انا نخليك تكون كلمه للمشاهدين. سيدي اش نقول لكم؟ الله يخلي بلادنا ديما منوره ونشطه وبعيده على الشر. شكرا. ان شاء الله. مشاهدي الكرام، الى اللقاء في حلقه قادمه بحول الله من برنامجكم الحياه سينما.